بالنسبة للتوقعات المنتظرة بحول الله، فخلال يعني تقريبا يوم غادي الأربعاء هناك بعض الأمطار ستهم المناطق طنجة، الريف، اللوكوس، غرب الواجهة المتوسطية، وكذلك يوم الخميس بعد التساقطات الخفيفة في المناطق الأقصى شمال البلاد. شوف تي في بوينت. يوم الجمعة هناك اضطراب جوي سيهم بلادنا، اضطراب جوي عادي يعني تساقطات مطرية عادية جدا تهم المناطق الشمال وتتوجه ستهم كذلك المناطق الوسط وتنتقل نحو المناطق الداخلية مرتفعات الأطلس وكذلك شمال شرق البلاد. وهذا الاضطراب الجوي كذلك سيكون مصحوب ببعض التساقطات الثلجية فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وكذلك هضاب العليا الشرقية، مع بعض مع انخفاض درجة الحرارة خصوصا يوم السبت بحول الله ويوم الأحد. بالنسبة للاضطراب الجوي فهو اضطراب جوي عادي جدا خلال الفترات ديال الشتاء ولا لا يخرج عن المألوف. بالنسبة للتوقعات المنتظرة بحول الله فهو فيهمنا اضطراب جوي عادي جدا وليس بعاصفي أو عاصفة، عادي جدا خلال هذه الفترات مع تساقطات مطرية الحمد ستكون فيهم المناطق الشمالية الوسطى وتنتقل نحو المناطق الداخلية، كذلك بعض التساقطات الثلجية في المرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، وكذلك انخفاض بدرجة الحرارة، والانخفاض كيكون عادي بين 3 درجتين إلى 3 درجات يعني على العموم، فاضطراب جوي عادي.